قصص الصالحين الأبرار المؤمنين. علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين من قصص الصالحين الأبرار المؤمنين. علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين. علمنا كيف نجيء رحاب الحب وكيف نضيء سماء العلم ولا لنسيء كي نتحلى بخلق الدين. علمنا يا الله شذا الإيثار وطيب صفا وكيف الزهد وكيف رضا لكي نتحلى بخلق الدين من قصص الصالحين. القاسم بن معن بن عبد الرحمن. حفظ التاريخ لنا قصصا كثيرة عن الصالحين، فسمعنا قصصا عن أولئك الذين تولوا المناصب فكانوا أتقياء يحكمون بين الناس بالعدل، وقصصا عن آخرين زاهدوا في الحياة ورضوا بالقليل شاكرين الله على كل ما قدره لهم، وحكايات كثيرة عن الكرماء من الصالحين الذين كانوا يتصدقون ويساعدون الفقراء والمحتاجين. ولكن سنروي اليوم قصة رجل من الصالحين اجتمعت فيه كل هذه الصفات الكريمة. إنه العالم القاضي الزاهد الكريم القاسم بن معن. طلب والي الكوفة آنذاك عيسى بن موسى أن يحضر القاسم بن معن لمقابلته لأمر مهم. سمعنا عن علمك وحسن أخلاقك يا ابن معن، ولذا قررنا توليتك منصب القضاء. أنا؟ شكرا يا مولاي، ولكن لا تقل شيئا، فلن أسمح بأي اعتذار. القضاء مسؤولية يا مولاي، وقد حضرت كثيرا من مجالس القضاء وأعرف أنها مهمة صعبة، فهلا أعفيتني منها؟ لا أعفيك، وإن لم تقبل جلدتك. تجلدني؟ نعم، لأنك تمتنع عن أداء واجب أراك خير من يقوم به. حسنا يا مولاي كما ترى، ولكن أخاف بعد هذا الوعيد إن قبلت أن تحسبني إنما رضيت لئلا أعاقب. لا لا يا ابن معن، فإني أعرف أنك أشجع من هذا، وأنك إنما قبلت لأنك تعرف أنك جدير بهذا المنصب، وأنا إنما هددتك بالجلد لأني أعتبر عدم قبولك تخلياً عن واجبك. إذن فلي طلب يا مولاي بل شرط. قل ما تشاء. لا أريد أجراً على القضاء، سأقبل المهمة وأقوم بها لوجه الله. أنا مؤتمن على أموال الدولة، وفي هذه الأموال حصة لأصحاب المناصب، ويجب أن نعطي كل ذي حق حقه. ستأخذ راتبك مقابل توليك منصب القضاء، وأنت حر فيما تفعل بهذا المال. كما ترى يا مولاي. أيمكنني الانصراف الآن؟
نعم، ومنذ الغد تبدأ في تولي منصبك الجديد وتحكم بين الناس. بإذن الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا قاضي الكوفة. وبالفعل بدأ القاسم بن معن في تولي مهام منصبه الجديد. سيدي القاضي، أجرت لهذا الرجل حماراً لمدة يومين، ثم أعاده لي ضعيفاً هزيلاً، فهو لم يطعمه لمدة يومين، واضطررت إلى أن أريح الحمار يوماً كاملاً ليأكل ويستريح حتى لا يموت، ولم أؤجره لأحد في ذلك اليوم، ولذا أطالب بأن يعطيني هذا الرجل أجرة اليوم الثالث الذي لم يعمل فيه الحمار. ما قولك أيها الرجل فيما تتهمك به هذه المرأة؟ سيدي القاضي، ما دخلي أنا وأكل الحمار؟ أجرت منها الحمار فقط، أتحمل أجرته وطعامه أيضا. أتعترف إذن أنك لم تطعم الحمار؟ وهل ينبغي علي إطعامه؟ أخبرني، لو استأجرت الحمار لمدة شهر، هل كنت ستتركه دون طعام؟ كان سيموت بالتأكيد، أليس كذلك؟ الحمد لله أنني لم أؤجره له لفترة طويلة. لو كان الحمار أصيب أثناء فترة إيجارك له، لوجب عليك مداواته والأكل من متطلبات الحيوان، وبما أنك قصرت في إطعامه سألزمك بدفع مصاريف طعامه لمدة يومين لهذه المرأة. هيا انصرف. شكرا شكرا يا سيدي، شكرا. هل هناك أحد آخر أيها الحاجب؟ رجل ينتظرك منذ قليل. أدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ما شكواك؟ ليست لي شكوى. فلماذا أتيت إذن؟ أنا مبعوث بيت المال، وجئت لأعطيك راتبك أيها القاضي. الراتب؟ نعم، حسنا، اتركه هنا وانصرف أنت، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيها الحاجب، أمرك سيدي القاضي. خذ سرة المال هذه. ما هذا؟ هل نسيها أحدهم؟ بل هذا راتبي من بيت المال. ولماذا هو بعيد عنك؟ لقد أقسمت ألا أمس مالا يأتيني من عملي كقاض. تعال معي. تصدق القاسم بن معن بكل درهم أتاه من عمله كقاض. كان يرى أن هذا واجبه، وأن الأحق بالمال هم المحتاجون، وفعل ما ألزم به نفسه، فكان قاضياً يحكم بين الناس لوجه الله جل وعلا. ورغم أنه قاضي الكوفة، لم يكن القاسم بن معن يأبى أن ينصاع للحق أياً كان من يقول هذا الحق، حتى لو كان متهما. سيدي سيدي. خيرا. ألست قاضي الكوفة؟ نعم أنا هو. هذا الرجل يا سيدي يؤذينا عندما نمر من أمام منزله، فهو يمتلك منزلين متقابلين يفصل بينهما شارع، وقد وصلهما بجسر خشبي، ولكن الجسر منخفض، مما يضطرنا لأن نحني رؤوسنا أثناء سيرنا. ينبغي أن أرى المكان بنفسي. تعال معنا إذن، إنه لا يبعد عن منزلك، تعال معنا. الحكم واضح، يجب أن تزيل هذا الجسر وتعيد بناءه بارتفاع أعلى حتى لا تضر السائرين. أتحكم علي بما لا تفعله أنت أيها القاضي؟ ماذا تعني؟ أنا أعرف منزلك، أليس هذا هو؟ نعم، هذا منزلي.
انظر إذن إلى هذا البروز أمام شبابيك منزلك. ماذا؟ هذا البروز لا يؤذي المرء ولا يضر أحدا على الإطلاق، ولكن سأزيل هذا البروز حتى لا يتهمني أحد أنني لا أحكم بالعدل. أنت هل تعرف عمالا يجيدون الهدم؟ نعم أعرف. أحضرهم إذن وانطلق مع هذا الرجل. أطلب من العمال أن يبدأوا بمنزلي ويهدموا البروز الموجودة عند شبابيك، فإذا انتهوا فليتجهوا ويهدموا جسر هذا الرجل الذي يؤذي المرأة. هكذا كان القاسم بن معن يبتعد عن أي أمر يثير الشبهة حوله، حتى لو كان يعرف أنه ليس مخطئاً. وكما عرف ابن معن بالعدل والعلم والزهد والورع، عرف أيضاً بالكرم والجود. ترى ماذا أعددت لنا هذه المرة يا ابن معن؟ شيئاً طيباً إن شاء الله. في كل مرة تدعونا تحضر لنا شيئاً أطيب من المرة التي سبقتها. هذا صحيح، فواكه وحلوى وطعام، ما أكرمك يا ابن معن. ما شاء الله، إنه رطب. نعم، نحن الآن في بداية موسم جني الرطب، وقد انتقيت بنفسي أفضلها. لا أستطيع الصبر، اعذروني، سأبدأ في الأكل فورا. طبعا فلنبدأ جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله في أوله وفي آخره. لذيذ فعلا. على مهلك حتى لا تصاب بتخمة فجأة. وهل يؤدي مثل هذا الطعام إلى التخمة؟ بالعكس، إنه يزيد الإنسان نشاطا وقوة. وانتهى ضيوفه من أكل الرطب. يا سلام، إنها دعوة لذيذة بالفعل. حسناً، ما دام قد أعجبكم لي عندكم مفاجأة أخرى يا غلام. أمر سيدي. اجمع النوى الموجود أمام كل واحد من ضيوفي، وأعطي كلا منهم درهمين لكل نوى. ماذا؟ هذا كرم بالغ يا ابن معن. جزاك الله خيرا. انتظروا، اسمع يا ابن معن، الحقيقة أنني كنت آكل الرطب وألقي بالنوى أمام صاحبي الذي يجلس بجواري. أعرف، لقد لاحظت ذلك. لاحظت؟ نعم، وتصرفك هذا هو ما جعلني أفعل ما فعلت، حتى تتعلم ألا تتخلص مما لا يلزمك بإلقائه أمام الآخرين. لا تقلق، سأتقاسم معك المبلغ، ربع لك وما تبقى لي. كم أنت عظيم يا ابن معن، لا تفوتك النصيحة في أي وقت، وتقدمها بذكاء وهدوء. بل ويتحمل تكاليفها أيضاً. ظل القاسم بن معن مثالاً للإنسان الصالح، الإنسان الذي يتحرى الصدق في كل ما يقول، ويعطف على الآخرين، ويكرم من يعرفه، لا يبتغي بذلك سوى وجه الله جل وعلا، فأصبح جديراً بأن يخلد التاريخ اسمه بين الصالحين، رحمه الله. علمنا كيف نجيء رحاب الحب، وكيف نضيء سماء العلم، ولا لنسيء كي نتحلى بخلق الدين. علمنا يا الله شذى الإيثار وطيب صفاء، وكيف الزهد وكيف رضا، لك
كي نتحلى بخلق الدين من قصص الصالحين. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.